ورشات للإعلام والأمن والشباب شكلت العمود الفقري لندوة واكشوط حول ثقافة السلم والاعتدال بمشاركة وجوه ذات مشارب فكرية وتوجهات سياسية وثقافية وإعلامية بحثا عن خلاصات تقود إلى تحديد البوصلة والوصفة الناجعة للقضاء على أرق التطرف. هناك مجموعة من العوامل لا بد أن يصار إلى حلها ولا بد أن تؤخذ في الاعتبار، وإلا فإن الشباب وهو قوة ضاربة سينخرط في مع الأسف في إذكاء وتقوية وتوسيع هذه الظاهرة، فلا بد من دمج الشباب وإعطائه معنى للحياة. الباحثون في ندوة واكشوط اتفقوا على عدة نقاط من بينها تجديد المخرجات الإعلامية للارتقاء بالخطاب الديني المخاطب للجيل الشبابي والذي يتعرض لتهديد التطرف بالدرجة الأولى. من الذين يطرحون سؤال، طرحت سؤال سابق على الشيخ العلامة عبد الله بن بيه حول دور الإعلامي في مواجهة ما يعيشه عالمنا الإسلامي والعربي والعالم بصفة عامة حاليا، أطلق تنهيدة طويلة وقال بأنه ربما يتنزل ذلك ضمن دائرة وداوني بالتي كانت هي الداء، وهو يستبطن نوعا من مسؤولية الإعلام عن جزء من ذلك وعن المسؤولية عن جزء من ذلك، ولكن حتمية اللجوء إلى هذا الداء من أجل توصيف الدواء، وهذا دور من الأدوار المتعاظمة للإعلام في مواجهة التطرف. الباحثون المشاركون في ندوة التطرف والاعتدال يولون إلى تبادل الأفكار مما يسهم في إحاطة الأمة بسياج من الاعتدال الديني المطلوب. من الطبيعي جدا أني بوصفي لا أؤمن بخطاب التحريض ولا خطاب القتل أن أشارك في هذه الندوة لأساهم بإمكانياتي البسيطة وبرأيي البسيط حول هذه المواضيع في إشاعة السلم والأمن وحقن الدماء في المجتمعات المسلمة، ولكي يكون كذلك هذا الخطاب الذي يقام الآن ضمن هذه الندوة بمثابة استباق لأي أحداث في تنحو منحى التطرف في بلدنا. المقاربة الموريتانية التي يضع المشاركون في الورشات بصماتها الأخيرة تحظى باهتمام من قبل ممثل دول الخارج والرأي العام الدولي، في ظل تعويل موريتانيا على منهجية وسطية تبعد التطرف عن عقول جيل المستقبل.